السلام عليكم متابعي قناة بيس ماروكو ريفانج، ولقاء جديد. ميسي في مواجهة رونالدو، انتر ميامي في مواجهة النصر السعودي. من سيفوز في هذه المباراة، البرغوث الأرجنتيني أم الدون كريستيانو؟ المباراة على قناتكم بيس ماروكو ريفانج. المرجو والدعم للاشتراك. مباراة خرافية ودخول لاعبين في هذه الأثناء لأرضية الميدان، وتقدم النجمين ميسي ورونالدو. من سيفوز في هذه المباراة؟ تشكيلة فريق انتر ميامي في حراسة المرمى: كاليندر، في الدفاع غوميز، كريستوف، يدلين، ميلر، جوردي ألبا، في وسط الميدان كريماسكي، بوسكيتس، في الأمام فارياس، ميسي وسواريز. تشكيلة النصر في حراسة المرمى: العقيدي، رجمي، لابورت، سلطان الغنام، تالس، في وسط الميدان السليم، أوتافيو، بروزوفيتش، وفي الأمام ماني، تاليسكا، والدون كريستيانو رونالدو. من بداية المباراة عند لاعبين انتر ميامي، كرة عند ميسي لسواريز، سواريز إلى غوميز، غوميز تمريرة عند فارياس، فارياس ماذا سيفعل؟ تمريرة لسواريز، ميسي، ميسي يراوغ تسديدة، ولكن العقيدي في مكان مناسب، كرة في التماس، غوميز، سواريز على الضائعة عند لاعبي النصر، تدخل ألبا، ألبا تمريرة إلى فارياس، عايدة إلى لاعبي النصر، تاليسكا في الجهة اليمنى، تاليسكا إلى رونالدو، الدون تمريرة، ولكن تدخل كريستوف، كريستوف تمريرة، كريماسكي، كريماسكي ماذا سيفعل؟ كريماسكي ماذا سيفعل؟ يراوغ، يراوغ، ولكن تدخل لاعبي النصر، كرة في وسط الميدان عند اللاعب رونالدو، غوميز، ماني، ساديو ماني، تدخل لاعبي انتر ميامي، كرة في وسط الميدان، لابورت تعود كرة طويلة عند الدون، ده لاعب بروزوفيتش، تمريرة طويلة كانت خطيرة دائما عند لاعبي النصر، ماني تمريرة، تدخل ليدلين عند سواريز، هنالك خطأ والبطاقة الحمراء على اللاعب السليهيم، بعد التدخل على اللاعب سواريز، بطاقة حمراء للاعب النصر. النصر يلعبون بعشرة لاعبين في بداية المباراة، وعند ميسي ولكن ضائعة في الركنية عند البرغوث الأرجنتيني، عرضية خطيرة ولكن تدخل الدفاع، عايدة عند رونالدو، مرتدة، تدخل بوسكيتس، بوسكيتس تمريرة، ميسي يترك الكرة ولكن تماس، كرة عند اللاعب يدلين، بوسكيتس الإسباني، تمريرة طويلة عند ميلر، عند فارياس ماذا سيفعل؟ تدخل لاعب بروزوفيتش، كانت إلى رونالدو ولكن غوميز في المكان المناسب، أيضا عند اللاعب ميسي، ميسي إلى سواريز، تسديدة وجول، جول 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 جول، لويس سواريز يسجل الهدف الأول لفريق انتر ميامي، الهداف الأوروغوياني يفتتح النتيجة في هذه المباراة، مباراة الأساطير، سواريز والتسديدة باليمينية في شباك الحارس العقيدي، يا سلام، أسيست ميسي إلى سواريز، والثنائي يعود بهذا الهدف، يا سلام، هدف رائع للاعب سواريز في شباك حارس النصر،
راحت إعادة. كرة عند لاعبين النصر، لابورت وسط الميدان، تدخل لاعب بوسكاتس إلى ميسي، لم يتمكن منها، تعود كرة خاطئة. طيب من لاعبي النصر تاليسكا، لم يتمكن منها تاليسكا، وجه اليمنى أمامه ألبا، ولكن تدخل خبرة السنين مع البارسا. ألبا تمريرة إلى ميسي خطيرة عند سواريز، تسديدة خطيرة محادية للقائم الأيمن للحارس العقيدي. محاولة أخرى لسواريز الخطير، والكرة عند لاعبي النصر، والكرة عند أوتافيو، تمريرة خطيرة عند الدون، ماذا سيفعل؟ عرضية خطيرة من ماني، وركنية للاعبي النصر. كرة عند اللاعب رونالدو، عرضية خطيرة، تاليسكا، جول 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 جول. تاليسكا يسجل هدف التعادل للاعبي النصر بعد عرضية من الركنية من الطون كريستيانو رونالدو. خطأ في الدفاع ويسارية تاليسكا في الشباك الحارس كالندر. يا سلام، المباراة تشتعل في هذه اللحظات، هدف في كل شبكة. النصر 1 انتر ميامي 1. يا سلام، هدف رائع من البرازيلي. عند لاعبي انتر ميامي، سواريز، سواريز الى ميسي، ميسي، ولكن تدخل الدفاع، بروزوفيتش عند رونالدو، رونالدو الى اوتافيو، اوتافيو ماذا سيفعل؟ تمريرة الى ماني، ماني ماني ماذا سيفعل؟ ماني، ساديو ماني الى تاليسكا، ولكن تدخل ميلر، ميلر في المكان المناسب، تعود الكرة عند اللاعب، تدخل الحارس كالندر. كرة عند يدلين، يدلين ضائعة عند ماني، تسديدة الدون خطيرة، والقائم الأيسر، كانت خطيرة هذه المحاولة، محاولة تاليسكا عائدة بعد تسديدة الدون كريستيانو. كرة عند بوسكيتس في وسط الميدان، ماذا سيفعل؟ تمريرة عند ميسي، ميسي ماذا سيفعل؟ ميسي يراوغ، ميسي، تسديدة ولكن محاولة ضائعة من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي. هذه مراوغات وتسديدات النجم البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي. كرة في وسط الميدان، ده اللاعبي انتر ميامي، بوسكيتس، بوسكيتس عند ميسي، ميسي في الجهة اليمنى، ماذا سيفعل؟ أمامه تيليس، تدخل تيليس، تعود إلى ميسي، خطيرة في مربع العمليات، ميسي، تسديدة ولكن العقيدي في المكان المناسب، تعود مرتدة، بروزوفيتش عايدة إلى ألبا في المكان المناسب، غوميز، غوميز إلى ألبا، ألبا ماذا سيفعل؟ العرضية لكن تلس في المكان المناسب. كرة عند ماني مرشدة، دون إلى ماني، ماني ماذا سيفعل؟ تمريرة إلى كريستيانو، كريستيانو تسديدة ولكن كالندر في المكان المناسب. كالندر حارس الأمريكي في المكان المناسب. كرة عند لاعبي انتر ميامي، غوميز، غوميز ماذا سيفعل؟ إلى ميسي، ميسي، ميسي في الجهة اليمنى، يراوغ، ميسي يراوغ ولكن تالت في المكان المناسب. كرة عائدة عند لاعبي النصر، مرتدة، الدون ماذا سيفعل؟ يراوغ، الدون ماذا سيفعل؟ ولكن خطأ، خطأ على كريستيانو، والإنذار على اللاعب ميلر.
هل سيفعلها الدون في هذه المباراة؟ تسديدة فوق المرمى، محاولة للاعب كريستيانو رونالدو من هذه المخالفة فوق المرمى. كرة عند هذا لاعبي انتر ميامي، بوسكيتس، تدخل لاعبي الناصر عند تاليسكا في الجهة اليمنى، سيف على العرضية ولكن تدخل الدفاع يا ميسي. ميسي مرتدة، ما سيفعل ميسي؟ ميسي أمامه الدفاع، ميسي ميسي ميسي، ماذا سيفعل ميسي؟ يراوغ دائما الكرة عند اللاعب البرغوث الأرجنتيني، تسديدة، جول 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 جول، ميسي 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 يسجل الهدف الثاني للإنتر ميامي، هدف تقدم. يا سلام، النجم الأرجنتيني يتلاعب بدفاعات لاعبي النصر ويسجل الهدف الثاني. مراوغات البرغوث الأرجنتيني، ميسي العالمي يسجل الهدف الثاني. يا سلام، هدف رائع للنجم الأرجنتيني. إذن الدقيقة 34، تقدم فريق انتر ميامي بهدفين لواحد. ميسي يتقدم على رونالدو، كرة عند بروزوفيتش، بروزوفيتش كرة عند ألبا، ألبا ولكن تدخل بروزوفيتش في المكان المناسب. بروزوفيتش اللاعب الكرواتي، كرة عند اللاعب تاليسكا، ماذا سيفعل؟ عرضية خطيرة ولكن تدخل الدفاع. يدلين يدلين في المكان المناسب، كرة عند الغنام، تمريرة إلى تاليسكا، تاليسكا في الجهة اليمنى، ماذا سيفعل؟ تاليسكا تاليسكا تافيوكا ولكن تدخل اللاعب، تعود الكرة عند إنتر ميامي ولكن الحارس خروج العقيدي في المكان المناسب. كرة طويلة في وسط الميدان، تاليس في المكان المناسب، تمريرة إلى رونالدو خطيرة، رونالدو ولكن تدخل يدلين، يدلين إلى كريماسكي، تدخل لاعبي النصر، كرة في صراع في وسط الميدان، عيدة خطيرة ولكن محاولة للدون. دقيقة 41، تقدم ميامي على النصر بهدفين لواحد. الهدف الثاني سجله النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، فيما الهدف الأول سجله اللاعب سواريز. أما لاعب هدف فريق النصر سجله تاليسكا. الكرة عند لاعبي ميامي في وسط الميدان، ضائعة، تعود الكرة عند لاعبي النصر، عند رونالدو، تمريرة خاطئة، تدخل الدفاع، بروزوفيتش إلى تاليسكا، من سيفعل العرضية لكن تدخل الدفاع. كرة في وسط الميدان، فارياس، تمريرة إلى سواريز، هل سيتمكن منها سواريز؟ يراوغ، تسديدة، كانت تسديدة محادية للحارس مرمى الحارس العقيدي، ضربة مرمى ونهاية الشوط الأول في هذه اللحظات بتقدم فريق انتر ميامي بهدفين لواحد على فريق النصر. ميسي يتفوق على رونالدو في الشوط الأول، من هل سيتمكن رونالدو من تعديل النتيجة؟ هذا ما سنراه في الشوط، بداية الشوط الثاني. مشاهدين قناة بيوس موروكو ريفانش، عودنا إليكم في بداية الشوط الثاني، مباراة الأساطير رونالدو وميسي، هدفان لواحد، من سيفوز في هذه المباراة؟ الدون أم البرغوث؟ كريستيانو أم ميسي؟ من الخطأ على اللاعب لابورت،
مخالفة عند اللاعب الأرجنتيني ميسي، هل سيفعلها ميسي؟ تسديدة فوق المرمى، كرة عند لاعبي النصر، كرة في وسط الميدان، بروزوفيتش، أوتافيو، أوتافيو تمريرة عند دون كريستيانو، جول 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 جول، هدف التعادل، كريستيانو رونالدو يسجل هدف التعادل في هذه اللحظات. يا سلام على مباراة نارية ما بين الدون كريستيانو وميسي، هدفان لكل فريق. النصر يعدل عبر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لأن بهذه الطريقة يسجل الدون هدف التعادل لفريق النصر. كرة عند اللاعب سواريز، تشعل المباراة مرة أخرى، تعادل في كل شبكة، هدفين، تسديدة ميسي، ولكن العقيدي في المكان المناسب، تعود الكرة عند بوسكاس، بوسكاس إلى ميسي، إلى ميسي في الجهة اليمنى، ميسي ماذا سيفعل؟ يراوغ ميسي، ميسي تمريرة إلى غوميز، غوميز، غوميز تمريرة إلى النجم الأرجنتيني ميسي في الجهة اليمنى، يراوغ، يراوغ، ها سيسدد التسديدة، ولكن العقيدي في المكان المناسب، ركنية لإنتر ميامي. ميسي، ميسي تمريرة خطيرة، جول 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 جول، انتر ميامي عبر اللاعب كريماسكي، هدف الثالث لفريق انتر ميامي، يتقدم مرة اخرى، ثلاث اهداف لهدفين، ركنية عبر اللاعب الارجنتيني النجم ليونيل ميسي. تجد رأسية اللاعب كريماسكي ليسجل على الهدف الثالث لفريق انتر ميامي. ميسي تقدم مرة أخرى، مرة أخرى ميسي يتقدم على رونالدو، انتر ميامي 3 النصر 2. الدقيقة 52، من سيفوز في هذه المباراة؟ كرة عند لاعبي النصر في وسط الميدان، بروزوفيتش إلى رونالدو لم يتمكن منها، كرة عند كريماسكي، كريماسكي تمريرة إلى ميسي لم تكتمل الكرة، كرة عند لاعب تيليس، تيليس أليكس تيليس تمريرة، تدخل ميلر، ميلر خاطئة، لابورت، الغنام تمريرة، رونالدو، ماني، رونالدو تمريرة عندها تاليسكا، تاليسكا خطيرة، يدلين ماذا سيفعل؟ تدخل اللاعب يدلين، تعود الكرة عند تيليس، تيليس تمريرة في مربع العمليات، ولكن تدخل الدفاع مرة أخرى، تعود كرة خطيرة، ماني، جول 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 جول، هدف الثالث لفريق النصر عبر اللاعب السنغالي النجم ساديو ماني، نضيف الهدف الثالث لفريق النصر والتعادل مرة أخرى. سلام، مباراة نارية
ماني يسجل الهدف الثالث، والتعادل ما بين رونالدو وميسي في هذه المباراة مشتعلة. يا سلام تمريرات رونالدو، الأسيست من النجم البرتغالي إلى النجم السنغالي ساديو ماني يوقع على الهدف الثالث والتعادل في هذه المباراة. كرة عند سواريز تمريرة خطيرة ولكن الدفاع في المكان المناسب. كرة في وسط الميدان، كريستوف تدخل الدفاع، كرة في وسط الميدان، تاليسكا ماذا سيفعل؟ يراوغ تمريرة إلى الضون، سيتمكن منها ولكن خروج الحارس دائما خطيرة، ولكن فارياس في المكان المناسب. تعود كرة عند سواريز إلى ميسي ماذا سيفعل أمامه؟ تاليسكا يتمكن من المرور، ميسي تسديدة خطيرة من النجم الأرجنتيني. تسديدة النجم ميسي محادية للمرمى. كرة عند اللاعب العقيدي في وسط الميدان، الكرة عند اللاعب الناصر بروزوفيتش أوتافيو ضائعة، تدخل ميسي ماذا سيفعل؟ ميسي يراوغ، ميسي يحتفظ بالكرة ولكن تدخل لاعب أوتافيو، تمريرة إلى ماني خاطئة. كريستوف تعود الكرة إلى يدلين في الجهة اليمنى عند سواريز إلى ميسي يراوغ، ميسي في مربع العمليات تسديدة ولكن محاذية للمرمى. مرة أخرى ميسي يهدد في هذه اللحظات، تسديدة محاذية للحارس العقيدي. عند لاعبي الناصر سلطان غنام تمريرة عند لاعبي ميامي وتدخل الحارس كاليندر تمريرة عند اللاعب كريماسكي تمريرة إلى ميسي في الجهة اليمنى يتمكن منها، ميسي يتوغل في مربع العمليات تسديدة العارضة تنوب عن الحارس العقيدي، تسديدة قوية من اللاعب الأرجنتيني. لو سجل هذا الهدف صاروخ ميسي. قذيفة صاروخية من النجم الأرجنتيني ولكن ضائعة، الكرة تعود لاعبي النصر خطيرة. رونالدو يرد على تسديدة ميسي بهذه الرأسية. إحصائية تسديدات على المرمى 15 لإنتر ميامي مقابل 10 للنصر. الكرة عند لاعبي ميامي كاليندر عند اللاعب ميلر تمريرة عند بوسكيت في وسط الميدان، سواريز إلى فارياس ماذا سيفعل؟ تمريرة تدخل لاعبي النصر، كرة عند اللاعب رونالدو إلى ماني تمريرة إلى رونالدو ولكن كاليندر في المكان المناسب، الكرة إلى يدلين إلى كريماسكي تمريرة إلى سواريز ما سيتمكن منها، سواريز تسديدة جول الرابع لفريق انتر ميامي. يا سلام على مباراة سواريز يسجل هدف الرابع والثاني له في هذه المباراة. لويس سواريز الهداف الأوروغواياني، يا سلام على هدف بوم في شباك الحارس العقيدي. انتر ميامي 4 والنصر 3، يا لها من المباراة، 7 أهداف كاملة في هذه المباراة، هل من مزيد؟
كرة عائدة عند لاعبي النصر لابورت. لابورت عند اللاعب سلطان الغنام في الجهة اليمنى، تمريرة ولكن دفاعات انتر ميامي في المكان المناسب. ميلر تعود خاطئة عند اللاعب تاليسكا. تاليسكا ولكن تدخل كريستوف. كريستوف تمريرة الى غوميز في وسط الميدان الى الخطير سواريز. سواريز ماذا سيفعل؟ سواريز تسديدة ولكن العقيدي في المكان المناسب. اشتعال المباراة. كرة عند غوميز. غوميز الى البا. البا ولكن تدخل لاعبي النصر. كرة عند اللاعب تاليسكا. تاليسكا بروزوفيتش تدخل لاعبي انتر ميامي. غوميز. غوميز ولكن تدخل لاعبي النصر. الكرة عند اللاعب رونالدو الى ساديو ماني. ساديو ماني في الجهة اليسرى ماذا سيفعل؟ ساديو ماني عرضية ولكن ضائعة. غوميز هجمة مرتدة لم يتمكن منها النجم الارجنتيني ميسي. دائما الكرة عند لاعبي النصر يضغطون في هذه الاثناء. كرة عند اوتافيو تمريرة لكن كالندر في المكان المناسب. تمريرة كريماسكي. كريماسكي تمريرة الى فارياس. فارياس ماذا سيفعل؟ تمريرة في الجهة اليسرى البا لم يتمكن منها. والكرة عند لاعبي النصر. سلطان الغنام تعود لاعبي انتر ميامي. كريماسكي تمريرة خاطئة تدخل لاعب تيليس الى ماني. ماني في الجهة اليسرى ماذا سيفعل؟ تمريرة الى الدون لا يتمكن منها والخطأ على رونالدو. هنالك ضربة جزاء في هذه اللحظات. ضربة جزاء للاعب كريستيانو رونالدو. تدخل من الخلف خطير هذا التدخل من اللاعب فارياس والإنذار. إذن كريستيانو أمام اللاعب كالندر. كريستيانو جول 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 والدون. كريستيانو يسجل هدف التعادل في هذه اللحظات. 4 أهداف في كل شبكة. يا سلام الهداف التاريخي كريستيانو رونالدو يضيف هدف الرابع في هذه المباراة. يا لهي من مباراة يا لهي من مباراة. يا سلام كريستيانو رونالدو بوم في شباك الحارس كالندر. خروج ميسي في هذه اللحظات ودخول لاعب مارتينيز. الدقيقة 85 4 أهداف في كل شبكة. يا لها من مباراة. 8 أهداف. يا سلام الكرة عند لاعبي انتر ميامي. هنالك تسلل على اللاعب سواريز. العقيدي تمريرة إلى اللاعب الغنام إلى فوفانا. دخول لاعب فوفانا في هذه الأثناء. تمريرة خطيرة عند سواريز والهدف. الهدف 5 لاعبي انتر ميامي في غفلة من لاعبي النصر. الهداف سواريز يسجل الهدف الثالث له والخامس لفريق انتر ميامي. هدف جميل للاعب سواريز. انشعال المباراة 9 أهداف كاملة في هذه المباراة. 5 للاعبي انتر ميامي و4 للنصر. دقيقة 87 هل سيتمكن فريق النصر من تعديل النتيجة؟
كره عند لاعبي النصر، كره تعود لاعبي انتر ميامي، خطا للاعبي انتر ميامي. دخول لاعب نجري وخروج لاعب كريستوف، أربعة مخالفات لكل فريق. كرة في وسط الميدان عند مارتينيز، مارتينيز تمريرة خاطئة عند دون كريستيانو، كريستيانو آخر محاولة في هذه المباراة، كريستيانو ماذا سيفعل؟ كريستيانو يراوغ، يراوغ تسديدة وجول، جول 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 جول، والخامس لفريق النصر في هذه المباراة والثالث فريق للاعب دون كريستيانو رونالدو. يا سلام، هدف التعادل في آخر اللحظات، آخر الثواني في هذه المباراة، كريستيانو رونالدو والتسديدة الصاروخية في شباك الحارس كالندر، وجيبها من الشباك. يا سلام، هدف رائع، يا سلام على صاروخية في آخر اللحظات من المباراة، وهدف التعادل، خمسة أهداف، يا لها من مباراة، يا سلام على هدف. وتعود للاعبي انتر ميامي الى سواريز، سواريز ما سيفعل؟ تدخل لاعبي النصر ونهاية المباراة في هذه اللحظات بتعادل الفريق النصر مع انتر ميامي، خمسة اهداف لكل فريق. يا لها مباراة حماسية خرافية، يا سلام. نلتقي في مباراة اخرى دائما على قناتكم بيت ماركو ريفانج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.